السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حد يعرف من ديت؟ واحد اثنين ثلاثة محدش يعرفها. طيب الصورة دي مكونة من خلال الذكاء الصناعي. هذه صورة للشخص لما يولد، ولو انت دخلت على الموقع هتلاقي الرابط أسفل الفيديو ودوست اف 5 هيبدأ يكون لك صورة ثانية في ثواني. تمام اهو، ده عبارة عن موقع بيبدأ من خلال الذكاء الصناعي يكون لك صور لأشخاص لم يولدوا لم يوجدوا، وهو بيحسسك ان الصور حقيقيه، تحس كده ان في حد عمل قط للصوره ديت، بس هو كل دي مش صور جابها من جوجل او من الذاكره، هو بيعمل كرييت لصور جديده. فالذكاء الصناعي بيتطور بشكل رهيب جدا، ان هو يقدر يعني الذكاء الصناعي بدا يتطور بشكل كبير جدا خلال السنوات اللي فاتت، حتى التعريف نفسه بدا يتطور. يعني الاول كان تعريف مثلا ان هو يبدا يفهم حاجه، وبعد كده قال لك اقصى حاجه في الذكاء الصناعي لعبه الشطرنج، تمام لعبه الاذكياء، وبعد كده قال لك لا ده مش ذكاء صناعي لان هو قواعد ثابته، احنا عايزين نشوف لو في قواعد مش ثابته. طب نخلي الذكاء الصناعي ان احنا نديله لعبه هو ما لعبهاش قبل كده ولا برمج عليها وهو يلعبها، زي لعبه الايه العصا اللي كانت تحت دي، وكانت في كره تطلع تضرب فوق وتنزل، تطلع وتنزل وتخبط المكعبات وتكسرها. فدي ايه نوع من انواع الذكاء الصناعي، ان هو يدي اللعبه للكمبيوتر وهو يلعبها من غير ما اقول له القواعد، هو يبدا يستنتج اللعبه من خلال التراي اند ايرور. ففي تطور جامد في موضوع الذكاء الصناعي، ان حاجه انا ما قلتلوش عليها هو يفهمها ويستنتجها. حتى السيارات ذاتيه القياده، تمام هو مرتبطين، السيارات تبقى مرتبطه بحيث ايه لو حد وقع معاه حاجه يبدا العربيه التانيه تنبه ليها، العربيه لو بتبدا تراقب السواق مثلا تشوف بيتصرف ازاي في المواقف المختلفه وتبدا تتعلم منه. فالموضوع بيتطور بشكل قوي جدا. انا فاكر اول ما يعني بدانا في موضوع الكمبيوتر دوت، قريت خبر في مجله كده مهتمه بمجال الكمبيوتر، ان هيبقى في برنامج هيقدر يعمل فلتر للصور اللي موجوده على الجهاز، ولو في اي صور خارجه او فيها سيئه يعمل لها ديليت. تمام فاحنا تفكرنا انت تعرف منين، يعني تعرف ازاي ان الصوره دي صوره عاديه او صوره سيئه؟ فاكيد هو عنده قاعده بيانات، او هو اللي عامل الصور، او هو ما حاطط فيها بصمه. لا الموضوع مش كده، الموضوع فعلا احنا دلوقتي شفنا ان هو مش بيقدر يعرف نوع الصوره، لا ده بيعرف الشخص نفسه، حتى لو في وسط 100 شخص يقدر يحدده، حتى لو في مظاهره فيها 1000 واحد بيبدا يحط اسم كل واحد ويطلع المعلومات بتاعته في ثواني. تمام يعني مش لازم بقى بصمه حضور وانصراف في الموقع، لا هو مجرد اي حد بيعدي بيقدر يعرف هو مين ويبدا يسجله. وفي بعض الحاجات بتبقى من خلال نبضات القلب. فالموضوع بيتطور بشكل قوي جدا، ولازم الناس تهتم بموضوع الذكاء الصناعي او تعلم الاله او التعلم العميق او الحاجات دي كلها، وتبدا تشوف البرمجه بتاعتها والحاجات دي كلها، لان هو ده المستقبل، هو ده اللي هيخلي فيه قوه للسي في بتاعك. يعني الفتره اللي جايه مش انت بتعرف تقرا وتكتب ولا لا، انت بتعرف تشغل الكمبيوتر ولا لا، بتعرف تبرمج ولا لا، يعني هيبقى مطلوب كده، مطلوب مهندس مدني او معماري يكون بيعرف في البرمجه. فلازم الناس ايه نتحفز كده وتبدا تخش في المجال دوت، ان هو ده اللي هيكون مطلوب في السوق، بالذات في الوظائف بدات في دول كتير جدا تبقى مطلوب ان هو يكون عنده علم بموضوع الذكاء الصناعي. تمام طب في ناس بتخاف من موضوع الذكاء الصناعي، تمام طيب اللي يخلي الالات تتمرد على الانسان، اللي يخلي الالات تتمرد على الانسان هو غريزه التملك او غريزه التدمير، او فهو من الناحيه الدينيه اللي هي ان في نوازع للانسان ناحيه الشر، ان هديناه سبيل اما شاكرا واما كفورا. تمام ففي نوازع للانسان ناحيه الاذى او ناحيه كذا، وفي نوازع لفوق. يعني حتى ده برضه في الفلسفه وعلم النفس والحاجات ديت، ان في نوازع للخير وفي انا العليا وانا السفلى، وفي نوازع للشر. فالمفروض الالات ما عندهاش لا دي ولا دي، هي بتنفذ اللي مطلوب منها، بس برضه الموضوع لازم يتم بحذر شديد على اساس ما يحصلش اي حاجه من ان الالات يبقى لها اراده مستقله او تدمر او. فعشان بس كانت في ناس خايفه من موضوع الذكاء الصناعي، هو الخوف منه ان هو مع التطور يقضي على الوظائف كلها. فانت لو وظيفتك ممله او وظيفتك بتتكرر او ينفع الاله تعملها، غير وظيفتك، دور على حاجه تانية. تمام يعني انا اعرف واحد مثلا كان شغال في الحصر فتره طويله جدا، تمام يمكن 10 سنين،
مره واحده الحصر بيتعمل كله من خلال الاساليب الجديده، فاحنا مستغنيين عنك. فلما تلاقي المكان اللي انت قاعد فيه ما فيهوش امواج، ما فيهوش تحديات، ما فيهوش تعلم حاجه جديده، حاول انك تنزل البحر، حاول انك تغير جو، حاول مش تغير تنزل البحر بمعنى تنزل البحر تطلع الساحل، لا يعني تبدا تتعلم حاجه جديده، تبدا تشوف مثلا برنامج جديد، تشوف تقنيه جديده، تتعلم لغه جديده، وهكذا كل يوم تبدا تتعلم حاجه افضل ان شاء الله. وشكرا.